السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. يطلب مني الكثير من المتابعين طريقة إنشاء حساب أبل أو أبل آي دي يكون أمريكي وكذلك مجاني، نظرا لصعوبة إنشاء الحساب بالنسبة لهم وكذلك صعوبة أو تعقيد بعض الشروحات التي يشاهدونها على اليوتيوب أو الإنترنت. وأنا بدوري أردت شرح طريقة إنشاء حساب أبل يكون أمريكي ومجاني بالطبع. أولا، تقوم بتسجيل الخروج من حساب أبل إذا كان موجود أو مسجل في هاتفك. تقوم بالدخول إلى الإعدادات وبعد ذلك أب ستور وآيتونز، وتقوم بتسجيل الخروج من حسابك. بعد ذلك تنتقل إلى الأب ستور أو المتجر نفسه، وتقوم بالذهاب إلى توب شارتس هنا واختيار فري حتى تظهر لك قائمة التطبيقات المجانية، وتختار أي تطبيق مجاني. على سبيل المثال سأختار اليوتيوب، أضغط على جيت وبعد ذلك أنستور. طبعا وجب عليك اختيار تطبيق مجاني، لأنك إذا اخترت تطبيق مدفوع لن يظهر لك خيار الناون أو لن يكون الحساب مجاني، وتضطر إلى تسجيل الفيزا أو ماستر كارد أو كل ذلك التعقيد، فوجب عليك اختيار تطبيق مجاني. بعد ذلك ستنبثق لك نافذة تخبرك بأنك تريد استخدام أبل آي دي موجود أو أبل آي دي أو إنشاء أبل آي دي لتنزيل هذا البرنامج، فبطبيعة الحال ستختار إنشاء أبل آي دي جديد. الآن تختار United States أو أمريكا، يعني إذا كنت تريد الحساب أمريكي، ثم بعد ذلك تضغط Next. الآن تضغط على Agree ثم تضغط Agree مرة أخرى. هنا تكتب الإيميل أو البريد الإلكتروني الذي يعني بريدك الإلكتروني الذي تريد إنشاء أبل آي دي به، سواء كان جيميل، هوت ميل أو أي بريد إلكتروني. على سبيل المثال أنا سأستخدم بريد إلكتروني مؤقت فقط، يعني من خدمة أو موقع مؤقت أقوم بكتابته. ثم بعد ذلك تكتب الباسورد. الباسورد يجب أن تحتوي على حرف كابيتال وحرف سمول وكذلك بعض الأرقام. شاهد معي طريقة كتابة الباسورد. على سبيل المثال سأكتب حرف كابيتال M سمول، بعد ذلك 1 1 2 2 3 3 4 4 M كابيتال M سمول. أعيد كتابة باسورد مرة أخرى، M كابيتال M سمول 1 1 2 2 3 3 4 4 من كابيتال ام سمول. الان ننتقل الى اسئله الحمايه او الكويشنز. اختار السؤال الاول هنا، على سبيل المثال اسم صديقك المفضل اكتب هنا. على سبيل المثال احمد، يمكنك اختيار السؤال الذي تريده وكذلك الجواب الذي تريده. السؤال الثاني، وات از يور دريم جوب، ما هو العمل الذي تريد ان تصبح عليه في المستقبل او اي شيء، يعني اكتب بلوجر. يمكنك كتابه الجواب الذي تريده. هنا تختار السؤال الاخير، ما هو الفريق المفضل لديك، تكتب السؤال الذي تريده. على سبيل المثال بارسا. يجب عليك حفظ الأسئلة وكذلك الإجابات، يمكنك استخدام نفس الأسئلة والإجابات حتى تستطيع الرجوع عليها في حال حدثت لك مشكلة في حسابك، مثلا نسيت كلمة السر أو أي من هذا، فوجب عليك تذكر هذه الإجابات وكذلك الأسئلة. هنا انتهينا من البريد الإلكتروني وكلمة السر والأسئلة أو أسئلة الحماية. هذا البريد الإلكتروني أو الإيميل، دعه كما هو. كما ترى هنا كتب لك optional غير مهم. تنتقل هنا لخيار تاريخ الميلاد، تختار الشهر. على سبيل المثال اكتب تاريخ ميلادي شهر يونيو، اليوم 2، الير 1997. الان اضغط على next. والday لم اكتب الday، اختار 2، اضغط على next. إذا كما ترى الآن ظهرت لي نافذة خيارات الدفع، كما ترى فيزا، ماستر كارد، أميكس، هنا خيار آخر ناون كما ترى، لأننا اخترنا تطبيق مجاني يظهر لنا خيار الناون. اختر الناون، هنا اختار الناون حتى يكون الحساب مجاني. هنا الكود لا تكتب أي شيء. التيتل اختار مستر أو مس على حسب الجنس طبعا. الفيرست نيم تكتب الفيرست نيم الخاص بك على سبيل المثال محمد، واللاست نيم تكتب لقبك او اللاست نيم الخاص بك الصغير. الادرس تكتب اي ادرس تريده على سبيل المثال السلام رود.
السلام رود، تعيد كتابته أو تكتب أستريت أو الشارع الخاص بك. السلام رود. في السيتي تكتب فلورنس، يجب عليك كتابة فلورنس هنا كما كتبته أنا. في ستيت تختار كاليفورنيا، كاليفورنيا. في الزايب كود تكتب 90001. في الفون تكتب 1 2 3، هنا 4 5 6 7 8 9 5، هنا تكتب أي رقم تريده هكذا. بعد ذلك تأكد من وضع هذه الخيارات، هنا رقم الفون والزايب كود 90001 كاليفورنيا فلورنس. الأدرس تكتب أي شارع تريده أو المنطقة التي تقطن بها، فيرست نيم اللاست نيم التايتل، تختار مستر أو مست، ثم بعد ذلك تختار الناون وتضغط على نيكست. كما ترى تم إنشاء الحساب عفوا تم إنشاء الحساب بنجاح، تضغط هنا على دان. تنتقل الآن إلى البريد الإلكتروني الخاص بك، سواء كان جيميل أو كما يعني خدمت أنا أو استخدمت خدمة البريد المؤقت مؤقت. كما ترى هنا ظهرت لي هذه الرسالة، أضغط عليها وأختار أو أضغط على هذا الرابط حتى يتم تفعيل الحساب. إذا ننتظر قليلا، الآن يطلب مني تسجيل الدخول إلى الحساب. أقوم بنسخ الحساب الخاص بي ولصقه وكتابة الباسورد كما كتبناها، ام كابيتال ام سمول 1 1 2 2 3 3 4 4، ام كابيتال ام سمول، وأضغط على تفعيل. تم تفعيل الحساب بنجاح كما ترى هنا. الآن أنتقل إلى الهاتف وأكتب كلمة السر في الهاتف هنا كما يطالبني، 1 1 2 2 3 3 4 4، من كابيتال ام سمول، وأضغط موافق. كما ترى جاري تنزيل الحساب أو البرنامج عفوا، كما ترى جاري التنزيل وتم انتهاء تحميل التطبيق، وظهرت لنا هذه الأيقونة، أيقونة البرنامج في الشاشة الرئيسية. في حال كنت ترغب في الخروج من حسابك والدخول بحساب آخر، مثل الخطوة الأولى تضغط تدخل إلى الإعدادات وتختار أب ستور، وتختار هنا الضغط على الحساب والخروج. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة واستفدت منها وتمكنت من إنشاء حساب، لا تبخل عليه بالضغط على زر لايك وسبسكرايب. يوجد حلقات يعني شبه يومية في القناة على اليوتيوب، وكذلك مدونة العالم الافتراضي th3vw.com كما ترون هذه المدونة. لا تنسى كذلك الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة، لأنه يوجد أخبار وتدوينات شبه يومية. لا تنسى متابعتي، نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، إلى اللقاء.